هذا النوع من بصراحة الأمور التي يقوم بها المصلون والحكم، وماذا عن الأمور الأخرى؟ مع الشيخ شريف عجاج إمام المسجد الجديد، أسعد الله صباحك بكل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وصباح المواطنين وكل صباح إن شاء الله تعالى، وإحنا بسعادة وتقوى وإيمان، والله يوفق الجميع. اللهم آمين، يسعد صباحك بكل الخير شيخ شريف. يعني بداية، ماذا نعني بمفهوم الجمع في الصلاة، ومتى نلجأ إلى مثل هذه الأحكام؟ موضوع الجمع في الصلاة أي الجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا توفرت الأسباب الشرعية لهذا الجمع. يعني ليست هوى وليس يعني شخص يعني عادي يتحدث في هذه الأمور. إنما الجمع هذا له ضوابط فقهية، وصدر في هذا الجمع كذلك قرارات من مجلس الإفتاء الفلسطيني، المجلس الإسلامي، لتسهيل الأمر على المصلين وعلى الأئمة ولتوضيح رسالة الفقهاء والعلماء في هذا الموضوع. نعم، طبيعة هذه القرارات حول ماذا تتمحور شيخ شريف؟ تتمحور هذه القرارات على تحرير أقوال الفقهاء وتلخيصها بنقاط هي 8 قرارات تم إصدارها. فهذه القرارات تتمحور حول تثبيت الأحكام الفقهية ودعوة الخطباء وأئمة المساجد إلى الالتزام بهذه الأحكام الفقهية، فلا تشدد ولا تساهل فيها. أجل إقامة الصلاة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم، طب بعض الأئمة بصراحة يعني، وحتى هنا نكون واضحين، يعني هل يجوز أن يتم الجمع في مساجد ومساجد أخرى يمتنع الإمام فيها عن عملية الجمع، خاصة حين نتحدث عن الأحوال الجوية، يعني الأيام الماضية الماطرة وما إلى ذلك؟ يعني بناء على ماذا يتخذ الإمام قرار الجمع أو عدمه؟ أولا لتوضيح بعض النقاط في هذا الموضوع، في بعض المناطق عندنا حتى في محافظة طول كريم تكون فيها الأمطار غزيرة جدا، مثل ظهر تشويكي. يعني كنت في يوم من الأيام السنة الماضية في ظهر تشويكي وكان المطر غزير جدا، وعندما وصلت إلى المدينة طول كريم لم تكن هناك ولا نقطة مطر تنزل. فمن كان في منطقة مطيرة عليه أن يراعي هذه الأحكام، أما من كان في منطقة أخرى غير مطيرة برضو لها أحكامها بإقامة الصلاة في وقتها وعدم إخراجها عن وقتها إلا لمسوغ شرعي اتفق الفقهاء عليه. فعلى أي أساس الفقيه يأخذ القرار بالجمع أو الإمام؟ يأخذ بناء على الأدلة، وأول هذه الأدلة تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صحيح. كتابا أي مكتوبة مفروضة، ووقتها الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لنا أن نعبث في توقيت الصلاة وأن نخرجها عن وقتها فنتحمل الإثم وإثم كافة المأمومين. ففي دراسة الشريعة عندما درسنا الشريعة الإسلامية في الجامعات علمونا هذه الأحكام، ويجب على الأئمة أن يأخذوا بهذه الأحكام. فإذا بدنا نخش في تفاصيل الأحكام نخش هسه، لكن بدناش. لكن هنا السؤال شيخ شريف، هل هنالك فرق في رأي الفقهاء بين جمع الظهر والعصر وبين جمع المغرب والعشاء؟ نعم، جمع الظهر والعصر الفقهاء ألزموا فيه بعدم الجمع. يعني الفقه الحنفي الإمام أبو حنيفة لا يوجد عنده جمع مطلقا، والفقه المالكي والحنبلي لا يجمع الظهر بالعصر، يبقى الشافعية هم الذين جمعوا الظهر بالعصر، ومرد ذلك إلى وجود المشقة، وهذه المشقة التي هي على أواسط الناس، يعني الختائر والمرضى والضعاف أشياء كثيرة تشق عليهم، فلا يؤخذ بهذا المستوى، ولا حتى الذين أجسامهم صحيحة ويتحملون، يؤخذ على أواسط الناس. فالظهر والعصر تشدد الفقهاء فيه كثيرا بعدم الجمع، فلا جمع عندهم للبرد، ولا جمع عندهم بسبب الرياح الشديدة والوحل والطين والظلمة، ولا جمع عندهم يعني بالتساهل الذي نراه الآن. إنما
اختلفت الآراء قليلا عند المغرب والعشاء وعندما يكون المطر فيهما شديدا. وهل هذا ينطبق أيضا على يوم الجمعة؟ يوم الجمعة كذلك، صلاة الجمعة كما قال مجلس الإفتاء الأعلى ومفتي فلسطين وعلماؤها، صلاة الجمعة هي صلاة الظهر وأخذت خاصية فريدة عن باقي الصلوات أن فيها خطبة جمعة. فعند الفقه الشافعي يجمع بين الظهر والعصر ويجمع كذلك بين الجمعة والعصر، والعلماء يعني عندما قالوا بالجمع بضوابطه إذا كان هناك مطر شديد يجمع بين الجمعة والعصر. نعم نعم، إذن هذا ما يتعلق في عملية الجمع. لكن الأخطاء الشائعة بصراحة شيخ شريف، يعني على ماذا ترتكز؟ يعني في بعض المواطنين بيزعلوا بعصبوا بيقول لك هذا الشيخ ما جمعش الظهر مع العصر، بدي اروح هذا الجامع، بدي اروح اشوف جامع تاني بجمع. في بعض المواطنين يتبادر الى ذهنهم بيقولوا المصلين بدي اجمع في الدار مثلا. فمشان هيك انه شو ابرز مثل هذه الاخطاء؟ هل فعلا هذه تعتبر اخطاء سواء كانت بالاعتقاد بالتفكير او بالتنفيذ فيما يتعلق عملية الجمع؟ صحيح، هذه اخطاء من بعض المواطنين انهم يبحثوا عن التيسير دائما بيشوفوا وين في احكام ايسر، فتتبع الرخص كما قال العلماء هذا فيه مهلكة للدين ومهلكة للنفس. مرة نشوف اسهل حكم عند الحنفية في البيوع رح ناخذ فيه، واسهل حكم عند الشافعية في الجمع ناخذ فيه، واسهل حكم عند المالكية في كذا ناخذ فيه، هكذا يفسد الدين. لان هذه الاحكام الفقهية والمذاهب الفقهية جاءت ضمن منظومة فقهية، يعني إن ألغى حكما معينا جبره بحكم آخر وباشتراط آخر. فلا يجوز لنا أن نتلقط السقطات أو التيسير، فهذه زندقة وإفساد للدين وإخراج من الملة. إنما كل إمام ملزم بمسجده وملزم أن يتقي الله، والمواطنون كذلك لمساجدهم ولمساجد أحيائهم حق عليهم. نطلع كلياتنا نروح نصلي في مسجد حفصة ومسجد الحي من يصلي فيه؟ مسجد الحي له أحقية علينا كما قال الفقهاء، وإقامة الصلاة فيه كل أهل حي أولى أن يقيموا الصلاة في مساجدهم. النقطة الثانية، على الأئمة كذلك أن يكونوا وسطيين في موضوع الجمع، فلا يتشددوا ولا يتساهلوا ولا يتراخوا. فالتشدد أخو التراخي وأخو الإفراط، الإفراط أخو التفريط. وديننا جاء وسطا وأحكامنا الفقهية جاءت وسطا، ويسرت علينا مجالس الإفتاء والمفتون هذا الموضوع وجمعوه لنا حتى وزعوا علينا هذه القرارات. وأرجو من وسائل الإعلام أن ينشروا مثل هذه القرارات حتى يساعدوا في توعية الناس. نعم بالتأكيد سننشر ما يتم الحديث عنه أولا بأول. لكن سؤالي ما قبل الختام شيخ شريف بخصوص الجمع في المنزل، من يقوم بعملية الجمع، وأخص بالذكر كبار السن مثلا المرضى والذين يجدون مشقة في الذهاب للوضوء بصراحة، هل يجوز لهم الجمع؟ بالنسبة لموضوع، خلينا الآن بالنسبة لموضوع المرضى، أنت الآن تحدثت عن المرضى وأنا أتحدث بالعموم. من كان داخل مبنى كمنزل أو شركة أو مصنع فهذا لا مشقة عليه، لا جمع له. أما من ينتقل إلى المساجد ويسير في الطرقات كمندوبي المبيعات والبائعين المتجولين والذين يذهبوا من بيوتهم إلى المساجد يجمع في المساجد، أما قاعد في البيت عند الصوبة والمطر نازل برا وهو مستدفي وحميان أخرى ويجمع فهذا لا عذر له في الجمع. هذا لعموم الناس. لا يجمع، من كان في المنزل لا يجمع. أما من كان مريضا فإن كان مثلا يدخل في غيبوبة أو في عملية جراحية وقد تفلت منه صلاة من الصلوات حتى يجري العملية ويفيق من البنج فهذا يجمع جمع تقديم. أما من كان يتأذى من الوضوء، مثلا عنده أكزيما، عنده حساسية في جلده، عنده ممكن توتر في الأعصاب شوي، النهايات العصبية والماء البارد يرهقه، نقول له سخن الماء ولك مندوحة عن ذلك بمسح بعض الأعضاء التي أصابها الحرق أو الأكزيما. ولك تيسير أيضا في التيمم. أما في الجمع يعني لا، يؤدي الصلاة في وقتها، من كان مريضا يؤدي الصلاة في وقتها، وهناك أحكام تيسيرية في موضوع الوضوء. أما مكان زي كنت يدخل في غيبوبة أو في بنج
فهذا يجمع لا بأس عليه. وكل حسب حالته بالتأكيد ووفقا ولكل حالة خصوصيتها. أشكرك جزيل الشكر الشيخ شريف عجاج إمام المسجد الجديد، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وهذه التوضيحات، وبارك الله فيك، وإن شاء الله سيتم نشر القرارات الصادرة من مديرية الأوقاف الخاصة بالجمع في الصلوات ما بين التنبيه وما بين التذكير والتنويه. أيضا في هذه اللحظات تحدث صباح هذا لكل أحبتي.